السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران، وبالضبط في بلدية ليلات، لنقف على وضعية المستشفى تاع الطب الاستعجالي الجراحي لبلدية ليلات، واللي الآن يعني انتهت الأشغال به وراه في مرحلة التجهيز ورفع كل العقبات للافتتاح يعني في أقرب الأجل إن شاء الله. والآن راه في يعني محل زيارة تاع والي ولاية وهران. خطركم تتابعون الفيديو، والسلام عليكم. في المستشفى نتاع الاستعجالات 120 سرير على مستوى تليلات، يعني قمنا بزيارة نهاية الأسبوع الماضي، اتخذنا جملة من الإجراءات من أجل حتى المقاولة على مضاعفة الجهد، وكذلك تزويد الورشة باليد العاملة المختصة. اليوم الحمد لله يعني لاحظنا بلي باش الورشه كانت مزوده باليد العامله وكل الامكانيات متوفره. نحن نعمل على الانتهاء من الاشغال يعني في خلال 15 يوم الاولى من شهر ديسمبر هذا، ان شاء الله سيدخل المستشفى يعني حيز الخدمه قبل نهايه هذه السنه، خاصه وان كل التجهيزات موجوده على مستوى المستشفى، وبدات يعني حتى عمليه التركيب فيما يخص يعني سكانر، فيما يخص كذلك الراديولوجي، فيما يخص كل يعني الاجهزه الذي يحتاجها على مستوى هذا المستشفى. نذكر ان هذا المستشفى هو مستشفى 120 سرير للاستعجالات، وقلنا باللي باش يعني السيد رئيس الجمهوريه شخصيا هو اللي حتى على انجاز هذه المستشفيات الخاصة بالاستعجالات، وقلنا المستشفى كذلك نظرا للأهمية نتاعو بالنسبة للولاية وحتى الولايات المجاورة عملنا من أجل أن ننتهي من الأشغال في أقرب وقت ممكن. هذا المستشفى هو قريب من طريق سيار شرق غرب اللي يعني فيه العديد من حوادث المرور، وين يعني غالبية الناس يعني ما تلقاش الإسعافات اللازمة لعدم اختصاص المستشفيات في الولايات المجاورة، ولهذا قلنا هذا مستشفى نتاع استعجالات خاص بهذه الأمور هذه، كذلك يخفف الضغط كذلك على المنشآت الصحية المتواجدة على مستوى بلدية ليلات وحتى البلديات المجاورة وحتى وهران في حد ذاتها، لأنه رايحين نخلقوا بعض التخصصات على مستوى هذا المستشفى هذا.